احنا بنعمل ظروف ولا بنصور؟ ده هي واحدة حلوة شفافة. ده دي أرضية. أسمنت الأرضية غير أسمنت المحارة غير أسمنت ال نسمع زغروطة؟ دي واحدة على المحارة دي ولا إيه؟ البلد كلها بقت خبرة، شغل الهواة ده هو اللي هيضيعها. يابا احنا شغالين على مية بيضة، احنا بنشتغل بالأسمنت للمجموع. البلد كلها بقت خبرة، أهو شغل الهواة ده هو اللي عم ضيعنا. أسمنت خرسانة وأسمنت وبعدين البلد كلها بقت خبرة. مراتك واخنا. يسيبوني يا جماعة، ما حدش يفرهضني، أنا هفهمه غلط، أنا هديله نبذة بس. اسمنت مية مية، منى إيه ده؟ يعني واسأل كل الناس ونعيد تاني. يعني السوق طول عمره بتاعه، منى من الآخر الشنب برضه يا جدعان. هو إيه أي أسمنت؟ ده أسمنت السويس اللي مبني يعني منى من الآخر ايه يا عم ده الاسمنت اللي يا نهار اسود نبذة بس ايه يا عم ايه يا ابو ده عشان قلت نبذة جوه اصلا اوبا تعت عصبنا على صباحية ربنا لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللي عصبك قرموط الغباء والجهل معلش يا ابني طلع النبي كده وهناخد خزتة ونتكل على الله ما تقوليش لا فاتح ولا غامق بتاعت وسخت واتنيلت الله يخليك وانا هشرب اسمنت يا فاحنا هنشرب اسمنت هات البتاع هات عشان اشرب بيها نرجع اولنا فانت هتشربني اسمنت